السلام عليكم حبيبنا العزاز، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ كل شيء بخير، اموركم هانيه؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ولقاكم هذا الفيديو في صحه جيده وفي احسن الاحوال ان شاء الله. اليوم غادي نشارك معكم هذاك الفيديو اللي قلت لكم غادي نحطو لكم ديال الزعفران، وغادي نشارك معكم فيه التفاصيل كامله ديال الزعفران من الاول حتى الاخر. اليوم غادي نديكم ان شاء الله للجنان باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنديرو. دابا حنا غنمشيو للجنان باش تشوفوا الطريقه كيفاش كنقلعوا الزعفران في الارض. وراه دابا كنمشيو في الصباح بكري، الناس كينوضوا بكري، مازال حنا اليوم تعطلنا شويه، انا والوالده ديالي تعطلنا شويه، من الناس كيمشيو مع الخمسة الصباح ولا الربعة ونص ديال الصباح، حنا تعطلنا شويه، حنا ما مشينا حتى الستة. ايوا المهم حنا غنمشيو وقيله الستة ولا السبعة اللي مشينا ما عقلش. المهم مشينا للجنان دابا باش نجيبو الزعفران. انا كنتعطل شويه، الا بغيت نقلع الزعفران كنتعطل شويه، اما الوالده ديالي تبارك الله كتعرف ليه دغيا كتقلعو دغيا كتحيدو. ايوا المهم هذا مكان، المهم ما تمشيو فين، بقاو معايا من الاول حتى الاخر باش تشوفوا التفاصيل كامله. دابا غادي نديكم الجنان، تشوفوا الطريقه في الجنان، وغادي نديكم ثاني للدار باش تشوفوا كيفاش كنديروا ليه في الدار. المهم ما تمشيو فين، بقاو معايا باش تشوفوا الطريقه كامله من الاول حتى الاخر. وهذا مكان، وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا لا فيديو، تعجبكم الطريقه ديال الزعفران والتفاصيل. وكنتمنى ان شاء الله تدعموني باللايكات ديالكم، الله يجازيكم بخير. واللي يلاه شاف القناه ديال جوهره التلوين ما تخلوش عليا بالاشتراكات ديالكم، وتضغطوا على زر الجرس باش ديما يوصلكم الجديد. وهذا مكان، يلاه مرحبا بكم، بقاو معايا تشوفوا الطريقه من الاول حتى الاخر و تشوفوا المهم كل شيء. يلاه مرحبا بالجميع. وان شاء الله الى بغيتو، المهم كتبوا لي في لي كومونتير الى بغيتو من بعد هاد لا فيديو هذا، الى بغيتو ندير لكم شي طاجين معلق بالزعفران ولا شي براد مشحر بالزعفران. المهم حطوا لي في لي كومونتير باش نشارك معكم الطريقه ديال الطاجين والطريقه ديال اتاي بالزعفران ان شاء الله باذن الله. يلا دابا بقاو معايا تشوفوا الطريقه كامله من الاول حتى الاخر. يلا السلام عليكم، فرجه ممتعه، بقاو مع لا فيديو، نخليكم تفرجوا وتشوفوا كل شيء. كي سختين كي سند هند هذا يهد كي سوانا
يبارد لو سميت هذا هو الزعفران حار 100%. ها هو ها هو الزعفران. حيدي يديك انت حيدي. ابي راه ما فيه ما فيهش الغش ما فيهش. ابي لايف شديتيه. هذا اللي كنقلعوه في الارض وكنجيبوه للدار وكنحيدو منو ها الزعفران. ها الزعفران ها هو شوفو ها هو ها هو هو هذا هو الذهب الاحمر ديال التليوين ديال التليوينيه. اشرف كي كيهضر مع المتتبعين ديال جوهر التليوين. هو اسكت شويه اسكت. هيك يا بابا شوفوا كيفاش. شوفوا كيفاش باش نهضر مع بابا شويه. شوفوا فين كاين. شوفوا فين كاين الزعفران. الزعفران يلاه اسكت باش نهضر مع بابا. اسكت اسكت شويه. هيك يا بابا من الوقت ديال الزعفران كاين خص عاد نكتب 10 اكتوبر ولكن العام هذا يوم زيميك 10 10 لا فين 10 ديميك 10 11 يعني السيمانه 10 10 السيمانه الاخرى 10 10 10 السيمانه الاولى 10 11 مثلا قاس بوزي ديالها ولكن يد لي قالت لي 10 10 قالت لي 10 10 10 اكتوبر اكتوبر هاكا اكتوبر. اما من الوقت تكرز من الوقت تتزرع غيكران اي تكرز من الشهر 7 الشهر 8 صافي راه شو تنبير شهر 9 شهر 9 هي صافي كان ايش كان هاكا يبغي بحر تكوس زيد على داس الكوساد وين نجد درت على اسك والو العام عندي شكل العام راني ضني عدا يا كاين ميك 3 سنين عادي ما عيفك الغلط مزيان هذا يكسي لي الزعفران مزيان يا غلا هو مان هاكا كابا سمعتوا المعلومه ديال الوالد قال لكم امتى كيتزرع الزعفران ديال الوالد امتى كيعرف الوالد سميتو بابا يلا سكت ريت كا هو كان 7 سنين 6 سنين 7 سنين عاد يتحول دا هاكا ولدك اللي هو مر صغير كي ضغط غير ماذا اوه لا بدا يقرا تغزا يقرا هاكا اش تي بابا لا غيك عندنا هي مزهدتني تهدي ولكن هكا درتي سي توبا راه كيدير بحال هاد الربيع ولكن دابا باقي سميتو توبا مكاينش هاد الربيع هدا من غير كدي هاد السيمانة عاد كيعدي السوق توبا يا لا كيش توبا كي تغلى ولي يزول ولي صحور هو ما تلا كيش غير يضغي كران إيش كان كنا هاد نص ساعة جدي كاد غير توبا سيدي نتاوي هكا كابا وهكا كابا ها الزعفران ديالنا من بعد ما وجدناه هذا يلا سليناه راه هذا باقي خضر وهذا راه كرم حيت هذا ديناه للشمس حطيناه في الشمس النهار كامل يا كابا النهار يا هكا حتى فوق طغوا هذا حطيناه في الشمس النهار كامل تا كرم الكيمياء بحال بحال الكيمياء راه بحال هذا بحال هذا حتى فوق تدريش كي غاسلي ما غا ساعتين اختي كي حتى فوق تاني تيبقى خطا قال لكم الوالد غا ساعتين الا حطيناه في الشمس مده ساعتين راه كيولي بحال هكا كيكرم المهم الكيمياء راه بحال هذا وبحال هذا
قد قد، ولكن دابا هذا اللي من هنايا باقي خضر، ها هو ديال اليوم، هذا ديال اليوم، وهذا اللي من هنا ديال البارح. دابا ها هو الى موجود للبيع، ها هو دابا هذا الزعفران الحر 100%. الزعفران الحر، ها هو، ها هو، ها هو درنا هنا. دابا هذا كرم، هذا فين خرجنا هذا، هذا الاحمر الذهب الاحمر خرجناه في هذه الوريضات هادو، الورد ديال الزعفران، هذا الورد ديال الزعفران، ها هو الصباغة ديال هاد الورد هي اللي عندنا دابا، هي اللي عندي في يديا. المهم هذا مكان الزعفران الحر هو هذا، وورينا لكم الطريقة ديال الزعفران كيفاش كنقلعوه في الأرض، وكيفاش كنحيدوه في هاد الوريضات، كيفاش كنحيدو منهم هاد الزعفران الأحمر. ومن بعد ما وجدناه هو شاركناه معكم. يلا دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.